ملخص الأفكار الرئيسية للمحاضرة الثانية، تحدثنا عن النظرية اليابانية نظرية زد، وتعرفنا على سر التقدم الياباني واستراتيجيات الإدارة، وأشرنا إلى أن اهتمام الإدارة اليابانية بالعنصر البشري، كما أشرنا إلى السياسات اليابانية المتبعة لتحقيق الاستراتيجيتين، بالإضافة إلى دراسة الفرق بين الإدارة اليابانية والإدارة الغربية للتعرف على خصائص الإدارة اليابانية. كما تمت الإشارة في المحاضرة الثانية إلى إدارة الجودة الشاملة وإلى كثير من المفاهيم الأساسية لإدارة الجودة الشاملة، كما تمت الإشارة إلى مفاهيم إدارة الجودة الشاملة القابلة للتطبيق بالتعليم، وتعرفنا على فوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المدرسة، بالإضافة إلى معرفة خطوات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المدرسة. كما تمت الإشارة في المحاضرة الثانية إلى إدارة الأزمة من خلال التعرف على مفهوم إدارة الأزمة وإلى خصائصها وأنواع الأزمات المدرسية ومراحل تطبيق الأزمة. والمصطلح الثالث والمفهوم الرابع يتمثل في مجتمع المعرفة، حيث تمت الإشارة إلى مفهوم اقتصاد المعرفة وإلى المدرسة في ضوء مجتمع المعرفة. كذلك تمت الإشارة إلى خصائص المدرسة في ضوء مجتمع المعرفة، بالإشارة إلى 6 خصائص أساسية تعد خصائص المدرسة في ضوء مجتمع المعرفة.